سيادنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الشقه في الطبق الارضي، اخر شقه موبيل اير بليس 3، شوكه بجوج ديال الواجهات، مشمشه النهار كامل، موقع حد سوالم قرب الشوايه، قريبه من جميع المرافق العموميه. كنت واجدو ان شاء الله في 193 متر مع جوج غرف، مطبخ، سيجور، صالون وبجوج ديال الحمامات. غادي نشوفوا ان شاء الله المدخل الرئيسي ديال العماره. المدخل الرئيسي دروج كلهم بالرخام، يعني حتى للسطح. المدخل اللي هو هذا. بالنسبه لهاد الشقه اللي في الطابق الارضي مهزوزه باربعه ديال الدرجات، عندك الدريات في الضخمه ديال الموبل. المدخل الرئيسي ديال الشقه اللي هو هذا، عندك جليج كومباكت و 60 على 60، عندك لابياج ديال العود، عندك تريا ليد لي سبوت في البلافون. على اليسار كنلقاو الصالون سيباري بالعودشان. ما ان شاء الله غادي ندوي على اليمين، غادي تشوفهم كاملين جميع غرف. تبع معايا الفيديو حتى النهايه. المساحه 93 متر. على اليمين كنلقاو لا سال دوفا اللي جا معزول. المدخل ديال الشقه اللي هو هذا، ثمن اخوان راه جد مناسب وقابل للنقاش وقابل للتفاوض، وعندك 7 مليون ديال الدعم. على اليمين كنلقاو دوش، كنلقاو الفاسك بالمرايه ديالو، عندك بلاكاراس هنايا على اليسار فين يمكن لك تحط صباع ديولك. على اليسار كنلقاو الفازك بالمراية ديالو بالصباغ ديال الخيال. ندخل نشوفو الدوش. الدوش اللي هو هذا مجلج حتى السقف، عندك لينيش، دوش مسيباري بالجاج، أبواب ديال العودشان، كيما شفنا الحمام، شفنا الفاسك بالمرية ديالو والدريسينغ اللي جات الحمام. غادي نمشيو ان شاء الله نشوفو، كنلقاو قدامنا السيجور بلابياج ديال العود بالترية ديالو. نمشيو ان شاء الله نشوفو المطبخ اللي جا كبير. هادي بلاصة لامونجي طيب الترية ديالها. كنت بعد المدينة الدار البيضاء 24 دقيقة، دار بوعزة طماريس سدر حال 10 ديال الدقائق. المطبخ اللي هو هذا اللي جا عامر تبارك الله ما شاء الله، بالثلاجة بالفور لاهوت والكاستري الرخامة غالاكسي وبلاصة ماشينة لافي حتى هي كاينة، وعندك حتى شوفو شوفو اللي هو هذا. ثمن جد مناسب،
80 مليون قابل للنقاش وقابل للتفاوض. بلاكارات تل الفوق راجل ما عندهم كرياجات، ما عندكش فيزافي قدامك جردة وشوكة بجوج ديال الواجهات، مشمشة تبارك الله نهار كامل. الكوزينة راه عامرة باش تشوفو بالماكينة، الله هو تكاسري التلاجة. وهدا ديك بلاصة سالامونجي، كتكون واحد الطابلة هنايا ديال سالامونجي. كما شفنا المطبخ كنلقاو قدامنا السيجور والمدخل الرئيسي ديال الشقة. غرفة النوم الأولى اللي هي هادي، تاهي بالتري ديالها بالصباغة ديال الخيال. توجد ليش كومباكتون 60x60، بلاص تي في، عندك كرياجات اينوكس، وعندك حتى البلاكار. ابواب ديال عودشان، شوفوا ان شاء الله السويت بارونتال على المدخل على اليمين. كنلقاو بلاكار وكنلقاو الدوش، غادي نشوفوه حتى هو. عندو الساجم ديالو كيشوف على الشارع، مجلس البلافو بجوج ديال الالوان. عندك الباسكو المرايه ديالو، عندك لينيش، بلاكارات راكوليس، الغرفه هي هذه اللي جات في الشوكه بالتريات ديالها وبالصباغه ديال الخيال. تاني عندها ليد لي سبوس البلافو، بلاص تي في. غادي ان شاء الله باش نشوفو الصالون. الصالون اللي هو هذا اللي جا كبير تبارك الله، بجوج ديال السراجم، حداك مدارس عمومية بريفي، حداك مسجد مارشي، عندك جميع المرافق. عندك دوبل ليس في البلافو، عندك تريا، عندك لينيش، عندك التلفازة، الصالون سيباري بالعودشان. هذا هو العرض اليوم، آخر شقة في الطابق الأرضي، شوكة 93 متر، ثمن ديال 80 مليون وقابل للنقاش وقابل للتفاوض. عناكم الله وأحبكم في الله، الله يسخر الجميع.